سيدي انا بقول خرجنا الله لا يقيمنا وبنستاهل اكثر من هيك كمان. اي والله يا بسام خرجنا وبنستاهل بنستاهل حتى لو وصفينا بالشارع قليل علينا. اي طبعا لانه نحن ما عرفنا كيف نستغل الفرص. بالعكس اجت الفرص لبين ايدينا رفسنا. السلام عليكم. عم نقول السلام عليكم. ليش ما عم تردوا؟ في شيء لا سمح الله؟ كل خير ان شاء الله. انت قريت الجرائد اليوم؟ لا ما قريت. قلوا لي انتوا ليش شو مكتوب بالجرائد؟ اتعدى قانون الاجارات. شو هالحكي؟ ايه هيك ها؟ الله يبشركم بالخير. ايه صار لي 5 سنين وانا بسمع انه بدهم يعدلوه. الحمد لله اللي تذكروا اخيرا وعدلوا. اخ يا ابو ناصر اخ و200 اخ يا ريتهم ما تذكروا كان احسن لنا. فعلا يا ريتهم ضلوا يدرسوا في شي 10 سنين تانيات. انت قول يا ريتهم نسيوا منوب وما جابوا سيرته. العمى ليش شو عم يقول هالقانون الجديد لحتى متضايقين منه كل هالشي وما بدكن اياه؟ قال شو بدهم يسمحوا للمالك اللي مأجر قبل سنة 70 بده يسمحوا له يخمن. هذا شيء عظيم كتير. يعني من حق المالك يخمن ويلي بتقدر له يا الدولة بياخده. هو صحيح ما رح تقدر تقدر له بنفس الأجر الدارج بهالأيام، بس بيضل الرمد أحسن من العمى. لك يعني مو حرام كل بيت أحسن من التاني ومأجر بمية أو بميتين ليرة بالشهر؟ بقى خليهم يرفعوا الأجر للألفين ليرة على الأقل، شو عليه؟ يا سيدي هالمشكلة مقدور عليها، بس مو هون القصة. لكن شو؟ عقد الأجار ما عاد مثل الأول مفتوح إلى ما شاء الله هيك وبيورثوا المستأجر لأولاد ولاده وأولاد ولاد ولاده من بعده. طيب وين المشكلة؟ عطوه صلاحية 5 سنين تبدأ من تاريخ صدور القانون الجديد، والمستأجر خلالها لازم يسلم البيت لأصحابه إذا بدهم إياه. كتير حلو. 5 سنين مدة كافية لحتى المستأجر يدبر حاله ويلاقي بيت يسكنه. كمان هي مقدور عليها، بس مو هون المشكلة الكبيرة يا أبو ناصر. وين لك؟ شوف أخي، القانون الجديد بده يطبق العقد شريعة المتعاقدين. يعني بأي عقد إيجار جديد المالك بيطلب يلي بده إياه إجرة وللمدة اللي بده إياها، ووقت تخلص المدة بيتوجه إنذار للمستأجر قبل شهر، وبعدين بيطلع من البيت بدون لا محاكم ولا قضايا وصلى الله وبارك. كتير عظيم. يعني بهالصورة المالك والمستأجر بيعرفوا حالهم على شو عم يتفقوا، والاتفاق ما راح يتم إلا بموافقة الطرفين. يعني ما حدا بيقدر يجبر التاني على شيء. لك هلأ شو بدنا بهالحكي يا أبو ناصر؟ يلي صار خلاص، ما عدنا نقدر نسوي شيء. وبصراحة صراحة أنا شخصيا والله العظيم مع هذا القانون يلي طلع وكان لازم يطلع من زماني. بس آخ آخ يا أبو ناصر يا أسفي على اللي راح. يلي راح أخي شو بدنا نسوي نحن؟ إي والله يا بسام، اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. هلا أنتم ما رح تفهموني على شو عم تتأسفوا؟ أصبح اسمع قصتي حتى تعرف. هات لشوف. أنا يا سيدي أنا مثل ما بتعرف مستأجر بيت عربي 5 غرف وأرض ديار بتاخد العقل، فيها بحرة عليها نافورة وشجرة مشمش ودالية عنب. والله والله العظيم القعدة بأرض ديار بهالأيام بترد الروح، ومن مدة 4 سنين تقريبا وأنا هيك قاعد لك بأرض هالديار قدام البحر عم بشرب أرجيلة واطلع على عناقيد العنب وسبح ربي اللي خلقني، اندق الباب على غفلة مريت على بيتي الحبايب من اشتياقي. السلام عليكم. أهلاً
أهلين وسهلين أخي أبو حاتم. ولك أهلين وسهلين ومرحبتين بهالأمن بهالحين. والله ما لي مصدق عيوني. كيفك أخي وسام؟ الحمد لله. مشتاق لك مشتاق لك مشتاق لك قد ما تقول وأكثر مشتاق. وأنا مثلك إشهد الله. يا مين أهلين وسهلين بأخي وصديقي أبو حاتم. يا أهلا وسهلا. أنت رجعت من السفر أنت؟ امبارح. امبارح لك 100,000 الحمد لله على السلامة. الله يسلمك الله يسلمك. شو بسام رح تخلينا واقفين هيك على الباب؟ لا لا ابو لو تفضلوا تفضلوا. يا اهلا وسهلا ومرحبا. انا ما في حدا غيري بالبيت لانه بسام وامه راحوا لعند الخطيبة. تفضلوا. تفضلوا تفضلوا. يا اهلا وسهلا ومرحبا. اهلين وسهلين ومرحبتين. خطوة عزيزة والله نورت الدار. نوريت والله. شو اخي ابو حاتم ما بدك تيجي تقعد معنا يعني؟ اتركه بسام، اتركه يتامل بيته، اكيد اشتاق له. ايه معك حق، لانه الواحد وين ما راح وين ما اجى بضل مرجوع لبيته. شو الحكي هذا؟ ايه اخي ابو حاتم، شلون لقيت لي البيت؟ مثل ما هو ما تغير في شيء. هذا الفضل بيعود لأب بسام، هو اللي حافظ لك عليه 30 سنة وانت بالكويت. الله يعطيك العافية أخي بسام. الله يعافيك يا روحي. الحقيقة ماني عارفان شو بدي شكرك، كأني ما تركت البيت ولا يوم، كل شيء بمحله وعلى أحسن ما يرام. هو معك حق، ظاهريا ما تغير بالبيت شيء، بس باطنيا بالباطن تغير كل شيء. شي كتير تغير. شو اللي تغير أخي؟ انصطمت المجرير، المجرير كلها انصطمت بغيابك، واضطريت إني كسر وحفر وأعمل مجرير جديدة، وكلفتني كتير والله وربي يشهد. بيعرف أخوك أبو نزار؟ أبو نزار القصة كلها ما بتعرفها؟ إيه مزبوط أخي أبو بسام، تعذب كتير بالمجرور الجديد وحط كل شي من جيبته، ما رضي ياخد ولا فرنك. يا سيدي بيني وبين أبو بسام ما في فرق، أصلاً أنا لو ماني عرفان أنه تارك البيت بإيد أمينة كنت سكرته وأخذت معي المفتاح كمان. إيه يا أخي أبو حاتم، خلونا نحكي هلأ بالمهم. إيه إيه تفضل. مثل ما لك شايف أخي أبو بسام، أخي أبو حاتم رجع من الكويت وحب يستقر هون بالشام. إيه إيه بيعمل زينة للعقل، يعني من زمان كان لازم يرجع البلد. يلعن أبو الغربة وساعتها ما أصعبها. يا أخي ما في أصعب من الغربة. بعدين حاجته لملم له قرشين مناح، خليه يشتري شي شقة هيك كبيرة شرحة بتبل القلب، ويلي بيفضلوا معه بتاجر فيهم. تاجر أخي تاجر، تجارة رايجة هالأيام. وشو ما طالعت ببلدك أحسن من اللي عم تطلعه بالغربة أنت، مو أحسن أبو؟ إيه أخي أبو بسام، بس أخي أبو حاتم مو ناوي يشتري شقة؟ لك وين بده يسكن؟ يعني فكرك تسكنوا عندك انت؟ انا بحطه بعيوني، بس ليش يسكن عندي طالما بيته موجود؟ انو بيت؟ هاد. ايه بس هاد انا ساكنه. ايه بعرف انه ساكنه يا ابو بسام هلا، بس من هون لشهر بتدبر حالك وبتلاقي بيت غيره وبتسكنه وبترجع له البيت للرجال. ايه تكرمه تكرموا على عيني وراسي. ايه انا والله العظيم لو البيت اللي وطلبوا مني اخي ابو حاتم والله بكسر دها ما ببخل عليه. الله يخليك يا ابو بسام، انت قد ودود. ايه بس الطلب يلي عم تطلبوه ايه صعب علي شوي. شلون يعني صعب؟ يعني يا ابو حاتم انت صار لك غايب عن البلد يمكن 30 سنة، وما بتعرف شو أوضاع البلد بهالأيام، شو أوضاع البيوت، شو أوضاع الشقة. يعني هلأ بتدور على البيت بسراج وفتيلة وما بتلاقي ولا بسنة. بفهم من كلامك أنك ما رح تسلمني البيت قبل سنة؟ لا شو سنة، أنا عم بعطيك مثال. وبصراحة أنا من جهتي ما رح أتأخر منوب، ما رح اتاخر بصريح العباره. اذا لقيت هلا بيت مناسب الي بسلمك بيتك بكره، بس بجوز ما لاقي يا اخي، ما لاقي لا بيوم ولا بجمعه ولا بشهر ولا بشهرين كمان. معك حق، لكن انا رح اعطيك مهله 3 شهور، وبهالفتره هي رح اخذ مرتي ولادي واسكن انا وياهم ببيت حمي لبين ما تلاقي بيت. باخذ راحتك ودور على كيفك.
شو أخي أبو نزار؟ شو رأيك نروح لعند أبو بسام ونشوف شو صار معه؟ هاي خلصوا 3 أشهر. أي منروح، ولو إنه قلبي ما له مطمئن لهالروحة. من شو خايف؟ ما بعرف، كأني حاسس أبو بسام بده يعصب هالبيت. يعصب البيت؟ لا 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 تخاف، أبو بسام رفيقي وحبيب قلبي وربيانين أنا وياه من كنا صغار. مستحيل يعصب البيت، حتى لو بده يفرش فرشة بالشارع. شو عم تحكي أنت؟ أنا وأبو بسام مثل الأخوة، مثل الأخوة يا رجل. يا سيدي إن شاء الله ما يكون نسي الأخوة. شرف نروح لعنده، تفضل. شرف. يا أهلا وسهلا ومرحبا. أهلين. أهلين سهلين. إيه يا أخي بسام. إيه أمبني. هاي 3 أشهر خلصوا، إن شاء الله لقيت لك بيت كويس. والله ما بعرف يا جماعة شو بدي أقول لكم يعني. نعم. والله دورت وبحبشت ودقدست وما يعني بسراج وفتيلة، وبصراحة يعني ما خليت مكتب عقاري يعتب علي، بس والله العظيم ما لقيت. معقول يا بسام؟ معقول ما تلاقي ولا بيت؟ ما بزل عليك يا أبو نزار، إيه ما لقيت. يعني معقولة لاقي أنت التاني وضل قاعد ببيت أخي وحبيبي أبو حاتم؟ لكن القصة، القصة إنك أنت ما بتعرف معزة أخوك عندي. أنا وياه مثل الأخوة تمام، يعني فولة فولة وانقسمت راسين بطاقية. تسلم لي يا أبو بسام. أسيدي خلينا هلا نحكي قصة البيت. يعني قديش بيلزمك وقت كمان لتدبر حالك؟ على هوا تيسير الله. خوش أنا حاطط أخبار كتير عند العالم. بجوز هلا يا أبو حاتم ونحن قاعدين هون بجوز يندق علينا الباب ويجي واحد منهم ويقول لي عندي بيت، وقتها رح سلمك بيتك فورا. أي والله، أي والله، بدون قيد ولا شرط يا أبو حاتم. طيب أنا رح أنتظرك شهر تاني كمان، بركي يعني بتعمل لك شوية همة وبتلاقي. ولك بدي يفهم شلون بتقول له هيك؟ لك عن شو بدي أقول له؟ قل له بدي البيت هلا، قوم زد أغراضك ومرتك ولادك بالشارع وسلمني البيت. مو حلوة، مو حلوة منوب. أنا ما عم بقول لك قل له هيك. لك عن شو بدي أقول له؟ كان لازم تكون معه حازم أكتر من هيك، عطيته مهلة شهر تاني كتر خيرك، بس لازم تفهمه إنه هي آخر مهلة وبعد منها ما في مهلة منوب، لازم يدبر حاله بهالشهر. إيه لا تخاف لا تخاف، أبو بسام رح يدبر حاله، رجال أكابر أكابر إن شاء الله. لا تواخذوني يا جماعة، أنا خجلان منكم كثير. وعدكم إني دبر حالي بشهر، بس بصراحة ما قدرت منه. إيه ما قدرت، دورت بتيل يعني، مشيت مشيت لحتى حفيت وبكيت بكيت لحتى عميت. ايه لقيت. بسام بسام اخي ابو حاتم صار له قاعد ببيت حماه 4 أشهر، يعني مو حلو يقعد اكثر من هيك، لازم يقعد ببيته ويتركن، ولا انا غلطان؟ عداك العيب يا ابو نزار، انت ما لك غلطان منوب، عم تحكي عين الصواب انت. ولا يا ابو بسام شو الحل؟ ما في حل حبيبي، ما في حل غير اني سلمك البيت. طبعا هذا بيتك من حقك تسكن فيه، إيه بس ما بدي لاقي بيت أنا بالأول أسكن فيه. يعني أنت ما بترضاها على أخوك يسكن بالشارع؟ بترضاها؟ لا طبعا ما برضاها. طيب في عندك مانع إذا ساعدناك شوي ودورنا لك على بيت تسكنه؟ بالعكس بالعكس، أحب على قلبي وكتر الله خيركم. وبصراحة الصراحة بكون ممنون منكم كتير، والله بكون كتير ممنون. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت شلون بتقول له هيك لأبو بسام؟ خلصنا أخي خلصنا، لسه كل ما بقول كلمة لأبو بسام تنتقدني فيها؟ ونحن شو دخلنا ندور له على بيت سكنه؟ هاي مشكلته، هو لازم يدور لحاله. ما بعرف، بس شكك بأبو بسام بلش يدخل لقلبي. أنا خايف يكون عم يقدفنا قدفة لا عم يدور ولا شيء، مشان هيك أنا حبيت أتأكد من نواياه ودور له على بيت بنفسي. فإذا كان طلع واستأجره معناته نيته سليمة، وإذا بلش يعك ويمك معناته نيته عاطلة، ما في كلام. وأنا من هلأ عم بقلك أخوك أبو بسام نيته عاطلة وما رح يسلمك البيت. أبو نزار الله يخليك لا تقمط لي قلبي، أنا من اليوم اللي رجعت فيه على البلد وأنا عم بتأهرام، فلا تزيد علي الله يسرك، خليني بهم عمين معروف.
الله يجزيك خير. هاي هون عندك الحمام. ايوه يا اهلا وسهلا. هون هاي الغرفه هون. تفضل. شرف شرف. تفضل ابو بسام. شو شرف. شرف اخي شرف. شرف هاي هون الغرفه مش مساء واسعه. شو اخي؟ ان شاء الله عجبته الشقه؟ طبعا عجبتنا، حدا بيصح له هيك شقه وما تعجبه؟ شوف شو رايك ابو بسام؟ ان شاء الله نالت الرضا. والله ما بعرف، شو رايك انت؟ مو المهم رايي، انت اللي بدك تسكن فيها مو انا. والله ما بعرف. مالك شايفها صغيره شوي؟ صغيره يعني بتضاها لاخوك بعد البيت الشريح البريح يلي هو ساكنه يسكن بهيك الزريبة. اللي اللي بشرفك بتضاها؟ ايه ما بتضاها انت. عندك هي بدها شوية شغل وشوية عناية بس بتطلع جنينة بتاخد العقل. تاخد العقل؟ شوف هيك قلت لي يعني واسعة و ايه ما شاء الله. ايه فوت فوت فوت. شرف سيدي شرف. تفرحنا فيك والله. تفضل شرف 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 يا سيدي. إن شاء الله عجبتك الشقة. يا سلام يا سلام، فعلا هي أكبر من هديك بكتير، ونظيفة وشرحة شي حلو تمام. إيه إيه أخي أبو بسام، إن شاء الله عجبتك. هي ما بها شي يا عم، ما بها شي، الواحد يحكي بضميره. صحيح كبيرة شوي بس الكبيرة أحسن من الصغيرة. بس يعني بس شو؟ الدلال عم يقول انه اجرتها 7000 ليره بالشهر، وصاحبها بده يأجرها بعقد سياحي لمده 6 شهور، وطبعا هالشيء ما بيناسبني، ما بيناسبني منو غيرنا. اول شيء انا ما معي ادفع 7000 ليره بالشهر، ايه انا معاشي كله على بعضه وبعد خدمه 30 سنه ما وصل ل 6000. ثاني شيء هو سؤال التالي، بس يخلصوا 6 شهور شو بسوي بحالي انا؟ ها؟ شو بسوي بحالي؟ بسكن بالشارع يعني؟ بالشارع بسكن؟ شو العلاقة مصدق يا اخواننا؟ انتصحنا فيكم والله. قلت لك بده يعصب البيت ما صدقتني، قلت لي لا انا وبسام متربعين مثل الاخوة ومو معقول يعصب بيتي، تفضل الا اذا بتلقى. وهي عصي الافندي لا وصلنا نفرجينه 10 شقق وما كان يعجبه شيء، على قولة هي صغيرة وهي كبيرة وهي ما بعرف شو. طيب والعمل هلا؟ أنا وين بدي أسكن يا أبو نزار؟ إذا على سكنتك مو مشكلة، من بكرة بيجيب مرتك وأولادك من بيت حماك بتيجي بتسكن عندي هون، بس المشكلة إنه لازم ترجع بيتك بأسرع وقت ممكن، وإلا بيطير، قسماً بالله بيطير. لازم تطالب فيه كل يوم وما تهدى، لأنه بس تركته وطنش قعد وفناش. طيب شو رأيك ارفع عليه دعوة إخلاء؟ ما راح تستفيد شيء لأنه قانون الأجار لصالح المستأجر. إيه بس أنا ما عندي غير هالبيت، ما عندي غيره، من حقي طالب فيه وارجع له. مو من حقك تطالب ببيتك لأنه أبو بسام موظف وانت لا، والموظف ما بتقدر تطالعه حتى لو كان بداعي السكن. شيء أما سمعة ولك بيتي هذا يا عمي بيتي، والقانون سوا بيته. إيه بس هذا مو عدل مو عدل.
شو هالحكي الخنفشاري اللي عم تحكيه؟ مجنون يحكي وعائل يسمع. لا يا ابو حاتم لا تقوله، القانون على طول عادل، ولو ما كان عادل ما كانوا طالعوا. إيه شو هالقانون هاد؟ شو هالقانون؟ شو هالجريمة اللي ارتكبتها حتى عاقبني القانون بهالأساوي؟ أنا كل شي سويته إني لبيت طلب صديق إلي وأجرته بيتي لبين ما أرجع من السفر، معقول يكون جزاتي بهالشكل هاد؟ مثلك متايل يا أبو حاتم. امشي بعللك امشي. لوين؟ لوين يعني؟ لعدو وسام الحالي هلا. إيه أبو بسام، شو رأيك تشتري شقة صغيرة وتسكن فيها أنت وعيالك؟ مو أحسن لك من الآجار؟ يا ريت، بس منين يا حصرة؟ العين بصيرة والإيد قصيرة، أنا زلمة على قد حالي يعني، ومصروفي يا دوب يوصلني لآخر الشهر، بقى منين بدي أشتري شقة؟ شقة؟ إيش جاي عم تتمسخر علي يا أبو حاتم أنت؟ لا العفو، بس يا أبو بسام خيرك كتير والحمد لله، والوالد الله يرحمه ترك لك أراضي مال أول من آخر، يعني بيع لك شي شقفة أرض واشتري بدالها شقة. لك شو عم تحكي يا أبو نزار؟ شو عم تحكي أنت؟ حدا ببيع أرضه؟ إيه والله ما يدروا أهل الضيعة أني عم بيع أرض أبي مشان اشتري شقة ليذبحوني. عم خالص بقى وين رايح أنت؟ طيب طلع عسكم ببيت المرحوم بالضيعة باعتبارك الوريث الوحيد والبيت كله إلك. وشغلي وجامعة بسام وين بدنا نروح فيهم هدول؟ والله مشكلتك يا أبو بسام مو مشكلتنا. أخي أبو بسام المثل بيقول الحمل عتنين بخف، بقى شو رأيك نتساعد أنا وياك ونشري لك شقة؟ مش لون شلون بدنا نتساعد أنا وياك بقى؟ يعني أنت بتر أخي وما فيها شيء إذا الأخ ساعد أخوه برشين مشان يحلله فيه مشكلته، وأنا مستعد أعطيك 200,000 حلال زلال إلك، منيح هيك؟ لا يا أبو حاتم، لا أنا مستحيل أخذ منك ولا قرش واحد، ولو يا أبو حاتم موعين. على كل حال أنا رح حاول دبر حالي بأقرب فرصة وسلمك البيت. لا ترك الهم منوب منوب، لا ترك الهم أنت، إجريك وإيديك حطهم بمي باردة، ببطنك حط بطيخة صيفي يا أبو حاتم ولا يهمك. واخرته لازم تلاقي لك صرفة مع بسام، هذا واحد ما عنده لا ذوق ولا ضمير ولا بيعرف أخو ولا صديق. طيب شو أعمل له؟ مصاري وعرضت عليه، وصلت معه لـ500,000 وما قبل، طيب شو أعمل له؟ والله احترت والله حيرني. أنا من رأيي تهدده. شلون يعني هدده؟ تبعت له 2 سرسرية على البيت أو على الوظيفة يفركوا له أدنه وينعروه كم نعرة، بركي بيخاف ويترك البيت. لا يا ابن زار لا، شو عم تحكي أنت؟ أنا مستحيل ألجأ لهالطريقة، بعدين أخلاقي ومبادئي ما بتسمح لي بهالشي. لا وضد مين؟ ضد صديق وعزيز كمان. إيه بلا عزيز بلا مزيز، هذا صديقك اللي عم تحكي عنه ما له مفكر فيك بنوب، وإذا بتضل معتبره صديقك وخايف على مشاعره فصدقني ما راح تستلم البيت ولا بالأحلام. طيب بسيطة. وين وين أبو حاتم وين نمت؟ شوف يا أبو بسام، كلمة واحدة ما راح أقول غيرها، أنا راح أعطيك 1,000,000 ليرة وتترك لي البيت. بقى شو قلت؟ يا أبو حاتم يا أبو حاتم دخيلك يفهمني ليشك أنت، الله يخلي لي إياك. أنت أكيد بهالفترة درت وسألت وعرفت شو بتسوى البيوت بهالأيام، يعني بيت مثل بيتك هاد بيسوى له هلا مو أقل من 4-5 ملايين. إيه وشو المعنى؟ المعنى يلي بقصده يعني من اللي أنا 4-5 ملايين لحتى أشتري بيت مثله من اللي؟ ولك يا عمي مو ضروري تشتري مثله، المثل بيقول لك على قد بساطك مثل رجليك، بقى شوف لك شي بيت أصغر منه واشتريه وتقوى فيه بقى. معك حق معك حق، بس يلي أصغر منه بشوي قديش رح يكون حقه؟ أكيد مو أقل من 3 ملايين. بقى شوف أبو حاتم، إذا أنت حابب تساعدني ادفع لي النص وأنا بدبر حالي بالباقي. يعني بدك تاخذ 1,500,000 فروغ مني أنا صديقك وأخوك؟ لك يا حبيبي يا أبو حاتم أنت صديقي وأخي ونور عيني،
بس الصداقة والأخوة والله لحالهم ما بيحلوا المشكلة. شو الحكي هذا؟ إلك أنا اسمع شو رح أقول لك يا أبو بسام. أنا 1.5 مليون ما رح أعطيك، وإذا ما بدك تسلمني البيت الله يبارك لك فيه، وإذا كان القانون أعمى ما بيعرف يفرق بين الظالم والمظلوم فالله كبير وبيعرف يفرق. عن إذنك. لحظة لا تروح، في شغلة بدي إياها منك قبل ما تروح. خير يا سيدي، وأنت سيد العارفين، اليوم آخر الشهر وأنا بحب صفي زمتي. بأخذ حبيبي هاي 100 ليرة أجرة البيت عن شهر، وقع لي هالوصل الزمتي. خذ. يخلب بيتك، يخلب بيتك، حدا بينصص النعمة؟ نعامة رزقك إن شاء الله. والله يا أبو بسام معك حق تنقهر، لأنه فعلاً شي بيقهر. يعني لو رضيت معه وقبضت 1 مليون ليرة بهديك الوقت كنت هلأ صرت 1,000,000. لك عن شو بدي أحكي أنا؟ ليش شو قصتك أنت؟ هذا يا سيدي من 10 سنين كنت قاعد أنا ومرتي عم بشرب قهوة الصبح. شو هالقهوة هاي؟ شبهة مو طيبة؟ بالعكس ما فيها شيء، لا وطيبة كتير. ما بعرف طعمتها، مدري شو طعمتها. يعني مشتهيها شي مرة أغلي لك قهوة بتعجبها، ما في خواص إلا ما تحط اللي فيها علي، شي خفيفة، شي تقيلة، شي معقدة، شي ما أنا مغلية منوب، شي على راسها في وش وشي بدون وش، شي حلوة شي مرة. إيه والله حيرتني، حيرتني كتير أبو أنوار. على كل حال من بكرة غلي القهوة على كيفك، وأنا مستعدة روحي أشربها من تحت دياتك وشلون ما طلعت. إيه؟ لك شو كل هزيتي رأسها؟ ما حكينا شي. لك القهوة طيبة كتير، أصلاً أنا أطيب قهوة بشربها هي اللي بتغليها أنتي. يو على مزحك شو بفور الدم. صحيح، المهم شو صار معك؟ لقيت شقة مناسبة مشان نشتريها؟ الشقة كتيرة وما في أكتر منها، بس ما عم لاقي شقة مناسبة مثل هي الشقة اللي ساكنينها بالضبط. معك حق يا أبو أنوار، مثل هالشقة ما في، وبصراحة أنا كتير متضايقة لأنه بدنا نطلع منها. لا تتضايقي ولا على بالك، رح تضلي ساكنة فيها بإذن الله. شو قصدك؟ يعني ما بدك تسلم الشقة لأصحابها؟ لا أوعك، عيب عليك، الجماعة بدنا نجوز ابنهم فيها ونحن وعدناهم نفضي لهم بيتهم ونشتري شقة بأقرب وقت. مالي نسيان، بس أنا حبيت طمنك إنك رح تضلي ساكنة بهالشقة لبين ما لاقي لك شقة أخت هي بالضبط، نفس الطول ونفس العرض ونفس الارتفاع ونفس التقطيع كمان. شوفي اهلين وسهلين ام رشدي، ايش وقت صباح الحلو؟ بكرت عليكم ما هيك؟ اي ولو اهلا وسهلا فيكي، انت ما اجيتي تفضلي تقبريني. اهلا وسهلا ام رشدي، يا اهلا وسهلا، حماتك بتحبك، القهوه جاهزه، يلا بتسمحي لي. وين ابو النور؟ استنى الك عندي خبر بيطير العقل. والله اذا خبر حلو بقعد. ايه تفضل. يلا تفضلي. اهلين ومين سهلين تقبريني، تفضلي. الله يسلم الايدين يا رب. وايديكي هاتي لشوف شو هالخبر الحلو اللي جايبتي لنا اياه. هذا يا ستي في شقه تحت شقتنا اللي ساكنينها بتطير العقل، ومكسيه كسوه ونظيفه كثير، 3 غرف وصالون، وصاحبها بده يهاجر على كندا فبده يبيعها بسرعه وبلاش كمان. شلون يعني ببلاش؟ طلب فيها 1,000,000 ليرة بس. اذا فعلا مثل ما عم تقولي مثل شقتكم معناتها كتير حلوه، لانه شقتكم ما شاء الله حولها وحواليها كتير حلوه. ابو انوار تقبرني، قوم خلينا نشوفها ونشتريها على الحارك قبل ما حدا يسبقنا. هلا مالي فاضي، عندي شغل بالمكتب، روحي انت وام رشدي شوفوها. يلا سلام على اذنكم. وعليكم السلام. الله معك. ايه ام رشدي، شو اخبار ام رشدي؟ امتى قررتوا العرس؟ الشهر الجاي ان شاء الله بتكونوا انتم باذن الله انتقلتوا على شقه ملك، ساعتها بتكونوا انتوا فضيتوا الشقه ونحن بنفرش له اياها. يا ريتو، الف مبروك يا حق. الله يبارك فيك يا حبيبتي. يعني قد ما قلت لك عجبتني الشقه يا ابو انوار، قول اكثر. حسيت حالي كاني ساكنه بشقتي هي. وليش لا تحسي كأني؟ خليكي حاسي عن حالي حقيقي. شو قصدك انت؟ بصراحة أنا هلأ ما عندي استعداد لا أشتري لا شقة ولا مقا. ليش بقى؟ ما معي سيولة كافية، يعني دي ألم نشرح ما بقدر وقف 1,000,000 ليرة عم تطالع لي أرباح شهرية 20-30,000 ليرة مشان نوفر على حالي 300 ليرة أجرة الشقة.
بس الجماعة هلا متضايقين وبدهم شقتهم مشان يجوزوا ابنهم فيها. هلا انت صدقتي هالحكي؟ ايه مالهم متضايقين ولا شيء؟ لك ابو رشدي لحاله بيطمرك تمر بالمصاري. بقى يروح يشتري له شقة لابنه ويسكنوا فيها احسن له. ايه بس مو هاد كان اتفاقنا؟ الجماعة وقت اللي رضوا يأجرونا الشقة نبهونا انه هي الشقة تاركينها لرشدي مشان يسكن فيها، وانت يوميتها دقيت على صدرك وكمشت على شواربك وقلت لهم، تتذكر؟ قلت لهم لما رشدي بيصير عريس خدوا هالشقة من هالشوارب. ولا نسيت ابو انوار؟ لا ما نسيت، بس الاوضاع هلا تغيرت. انو اوضاع؟ وتجارتك ما شاء الله كل مالها عم بتزيد، ولا ناوي تحلق شواربك؟ انا ما عم بحكي عن اوضاعي الخاصة، عم بحكي عن اوضاع البلد بشكل عام. قيمك هلا من اوضاع البلد. ابو انوار الشقة انا شفتها حلوة كتير كتير ورخيصة كمان، بلا ما نضوعها من بين ايدينا. يا اخي اعتبرها صفقة تجارية. طيب مدام عم تقولي انه الشقة رخيصة وكويسة، خليهم هني يشتروها لابنهم ويسكنوا جنبهم. يا ابو انوار اسمع مني، خلينا نشتري هالشقة، بعدين هي الشقة اللي ساكنينها مو قلنا واول على اخر بدنا نتركها، وتوب العيرة ما بيدفي، وان كان دفى ما بيدوم. الله يخليك، بلا ما نضوع هالشقة من بين ايدينا، هي عم نبهكها. اخ اخ يا ريتني سمعت كلام مرتي واشتريته بهديك الايام، لانه هلا صار حقه اكثر من 6 ملايين. ايه خرجك بتستاهل. ايه اخي ابو سليم، وانت شو قصتك قاعد عم تتحسر؟ بحكي لك قصتي بس على شرط ما تضحك علي مثل ما تضحكت على قصصه. لا ما بتضحك، هات لشوف احكي لي. هذا يا سيدي من كم سنة كنت قاعد أنا ومرتي بهالأبو المعتم المظلم الرطيب عم نتجادل ونتناقر. خلص يا أبو سليم خلص، أنا ما عاد أقدر أقعد بهالأبو ولا يوم واحد. العم على الحالة، الأولاد بيطيبوا من مرضى بيقعوا بمرضى، وآخرتها بقى الرطوبة هالكتم. يلا يا أبو سليم هانيت حاجة تنقي، كلها كم شهر بتخلص هالجمعية مشروعها وبتسلمنا شقتنا ومننتقل إلها ومنخلص من هالرطوبة والعتمة ومن هالسكنة كلها. طولي بالك، لا تضوجي لا تضوجي. ولإمتى بدي ضل طول بالي؟ صلي عم بسمع هالحكي 5 سنين ولهلأ الجمعية ما حفرت ولا جورة بالأرض يلي اشتريتها. طمني طمني، أنا اليوم كنت بالجمعية ودريت إنه نعطوا المشروع لمتعهد نشيط ورح ينفذه خلال 3 سنين. حتى ولو كان هالحكي مزبوط، أنا ما بدي أسكن مع أولادي بهالأبو 3 سنين تانية. قال 3 سنين قال. وين بدنا نسكن لك؟ منستأجر شقة صغيرة بس تكون صحية. ليش نحن ملاقيين شقة صغيرة وصحية ورخيصة لحتى نسكنها؟ إذا دفعنا أجرة بالزايد شوي مو مشكلة، المهم نكسب صحتنا وصحة أولادنا. يا مرا نحن ما بنقدر نترك الأبو هلأ ليرجع صاحبه من السفر. وشو دخلنا نرجع ولا ما رجع؟ منطلع ومنسلم المفتاح لأخوي اللي عم ندفع له الأجرة. ومين بده يدفع لنا الفروض؟ طولي بالك، إلا ما يجي صاحب الأبو هالسنة ويعتازه مشان يسكن فيه وبيدفع لنا كم ألف، بعدين منسلمه يا. صحة أولادي أهم من هالكم ألف اللي عم تنتظرهم أنت. وضو علينا. لو شوف مين بعدي لي هيك. مرحبا. اهلين محمود، تفضل شرف. ايه سيدي الف مبروك. على شو؟ شلون على شو؟ مو انت موصيني يدور لك على واحد يشتري منك دورك بالجمعية السكنية وياخد الشقة اللي متخصص فيها؟ انت صوتك عطلة تسمعك مرتك. المهم ليه؟ ايه ليدو. وقديش بده يعطيني فوق المبلغ اللي دافعه انا؟ رح يعطيه 25,000 بس؟ ايه بالزور لحتى طلعته لهالمبلغ، لأنه هو ما كان بده يدفع غير 20. هلأ هو جاهز هو مصرياته؟ جاهز وعم ينتظرك. طيب لحظة يلا تفضل. أنا ما بتأخر يا أم سليم، رايح لحظة وراجع. راكب مرسيدس. خدي هالاغراض من السياره، انا منزل لك سحاره البلدوره اوام خفيه. ماو 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 ماو
سليم، حدا ببدل شقة بطنطيرة. هي هي قصتي، خفت تطلع لي شقة الجمعية وتصير باسمي، يقوم الجار يرفع علي دعوة إخلاء قبل ما يفاوضني على الفروق اللي بده يدفع لي إياه، وبهالصورة صفيت إيد من ورا وإيد من قدام. أبو ناصر لا تضحك. خلصنا بقى أنت التاني زودتها. لا خلص خلص أبو ناصر، يلي فينا بكفينا، خلص بقى. خلص تكرموا تكرموا، ما رح أضحك، بس رح أرجع لكم كلمة واحدة، خارجكم بتستاهلوا.